سأليني غير سؤال. ما في واقع للمستشفيات، أي مستشفيات؟ أنت وين عايشة؟ كحال معظم القطاعات في لبنان، يترنح القطاع الاستشفائي في لبنان بين مقومات الصمود الأساسية وأزمات تضرب فيه بانتظام وبلا توقف أو رحمة. كنا مع مريض صاحبنا، يعني بيوجعك قلبك، وسع الباب ما معه ولا ليرة، لا أسيرانس ولا ضمان، صار يبكي قدامنا، يعني ما فينا نعمل شيء. ترجع راح تدبر مصاري 3 ساعات ترجع فوته، يعني شيء بخوف، يعني شو بدي أدك أكتر منه. الله يساعد العالم اللي عم بتموت على الطرقات يا عمي. أنا بشرب شوفير، يعني إذا مرضت ما فيني أتحكم. يعني اللي بفوت على المستشفى هو بده يروح يجيب الأدوية تبعه له، يعني كارثة على الشعب، ما حدا فيه يتطبب. العالم ما معه مصاري تفوت، شي اللي ما معه مصاري بيموت، وإذا معه مصاري وحطهم بالبنك راحوا، وإذا بده يروح يجيبهم بيموت. فسنة 2022 أتعبت هذا القطاع لا بل استنزفته، من النقص في المعدات الطبية إلى العجز عن صيانتها إلى رفع الدعم عنها وعن الأدوية، ناهيك عن أزمات في الرواتب وغيرها من العقبات، كلها مشاكل تقود بهذا القطاع نحو الانهيار لا محالة. كثير تدهور وضعهم خلال سنة 2022 على عدة صعد، يعني أولا من الناحية المالية تم رفع الدعم عن معظم المستلزمات الطبية وصارت التكلفة عالية كتير، يعني ما عاد تقدر جهات الضامنة الرسمية تغطي التعرفة، تغطي الكلفة الفعلية للاستشفاء. وكمان شاهدنا نزف بالطاقات البشرية، أطباء وممرضين، تقنيين مختبر أشعة، إداريين، مما أجبر العدد الأكبر من المستشفيات إلى تسكير أقسام وما فيها ترجع تفتحها هلأ عن جديد. مؤشر آخر أيضا هو خف عدد دخول المرضى إلى المستشفيات، لأنه صاروا عم يتكلفوا كتير من جيبهم الخاص ومنهم قادرين، يعني عم بيكون في حالات مأساوية، بيكون بدهم الاستشفاء بيبقوا ببيوتهم، بيموتوا ببيوتهم، ما فين يفوتوا على المستشفى. وفي حال بقي الوضع الاقتصادي في الدرجة الأولى على ما هو عليه، لن يكون عام 2023 أرحم على هذا القطاع، بل أن الحال سيصبح أصعب وأكثر تعقيدا. فهل يصبح لبناننا وطنا بلا مستشفيات؟ يعني ما فينا نحكي عن حلول للقطاع الاستشفائي بمعزل عن الحل على مستوى البلد، يعني مثل ما شايفين مثلا ما في إدارة بالدولة، ما في أموال، حتى وصلنا لمحل إذا الحكومة بدأت تجتمع لتقر مراسيم العلاقة بالمرضى والمستشفيات قامت لقيامة. وبالتالي يعني طالما فيها الفراغ القاتل، طالما النتائج بدأت تكون كارثية على القطاع الاستشفائي، لأنه نحن نتعامل كتير مع القطاع العام، والشلل بالقطاع العام بيلقي بظلاله وبتأثيراته السلبية على المستشفيات. من الناحية المالية، يعني مثل ما شايفين لغاية الآن ما في بوادر حلول، الدولار في تصاعد مستمر، نحن المستلزمات الطبية كلها تقريبا نستوردها من الخارج، في بركة أدوية هلأ المصانع بلبنان عم بتزيد الإنتاج الأدوية، صار في إنتاج محلي، ولكن حتى الإنتاج المحلي بالأدوية عم نلاقيه أسعاره غالي كتير، لأنه بيجيب المواد الأولية من الخارج. فلا عجب بوجود مسؤولين نايمين ومش فاضيين. أن تتحول الصحة إلى طرف وحياة بطلوع الروح، ممكن أن تحافظ عليها.